بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة 34، نزل جبريل عليه السلام بعد رحلة الإسراء والمعراج على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم ليبين له، لأن الصلاة فرضت ولكن يجب أن تمارس. كيف سيمارس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرسل الله جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلوات وكيفية الصلوات الخمس. ففرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج ركعتين لكل صلاة، إلا المغرب كانت ثلاث ركعات. كانت القبلة إلى البيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جعل الكعبة بين يديه فيصيب القبلتين، أي القبلة التي هي الكعبة المشرفة والقبلة اللي هي أولى القبلتين التي هي بيت المقدس. والسلام عليكم.